The six aortic arches form the pulmonary arteries. هسه ارتباط ال six aortic arch ارتباطه بالدورز الايورتي بصفحة اليمنى disappear، بصفحة اليسرى يتحول إلى ductus arteriosus. During the development of aortic arches there will be many disappearances. هسه نشوف شنو هاي الاختفاءات اللي تصير. First, the bilateral dorsal aorta. احنا مو قلنا اكو dorsal aorta يمنى ويسرى، جزء من هاي تختفي between the third and fourth arches، لان الثالث والرابع يختفي هذا dorsal aorta. الاختفاء الاخر the right dorsal aorta between origin of the right 7 intersegmental artery، من المكان ارتباط السابع الانترسيجمنتال ارتري and the junction with the left dorsal aorta. اذا نشوفها على الصورة تكون كلش اوضح. بالنسبة للسلايد اللي قبله هذا هو الرسم مرسوم هسه، اذا نشوف بالضبط نفس الكلام اللي بالسلايد القبل هنا مرسوم. هذه الشرايين يعني الارتريز اللي مرسومة بالمنقط بالتنقيط هذه تختفي. فهذه مختصر مال الاختفاءات، واحد يحفظها على الصورة اسهل يشوفها بالصورة ويا الشرح اسهل تكون. ايضا هذه الرسوم توضح لنا شلون انه تكون ما مساوية بالجهتين، ترى مو شرط مساوية بالجهتين. الاختفاءات وقسم تنمو قسم يعني تصغر. في هذه المرحلة ايضا القلب راح ينزل بعد من النيك من السيرفايكال ريجن للثوراسيك ريجن، اوكي، فلذلك راح تصير بعد اكو تغيرات. left subclavian artery اللي اصلا منين من ال 7th intersegmental artery، left subclavian artery راح يصير اقرب لل left common carotid artery، كلش يتقرب منه. هسه نشوف الريكرنت لارنجيال ارتري، احنا نعرف بالدورة الدموية يختلف من باليمين مستوى عن اليسار. ريكرنت لارنجيال نيرف which is nerve of six pharyngeal arch، هذا الريكرنت لارنجيال هوكس يفتر يعني يدور around the distal part of left six arch، يفتر من تحت six left arch، اوكي، وهذا السكس ليفت ارش بالصفحة اليسرى السكس راح يكون ductus arteriosus. اذا السكس لارنجيال بجهة اليسار يفتر من تحت الductus arteriosus ويروح لللارنكس يصعد. On the right side the nerve hook ascend، هاي الدائرة مالته اللفة هو احنا نعرف الريكرنت من اسم الراجع ريكرنت لارنجيال، ينزل من فوق وينزل لي جوا يفتر ويرد يصعد، مو صحيح؟ فهاي الصعد اللفة مالته الدوران اللي يريد يصعد تصعد لي فوق، ليش؟ because of the disappearance of distal part of the six aortic arch thus hooking around the right subclavian artery. وهذا الرسم يوضح لنا الشرح اللي بالسلايدات القبلة بالضبط. vitelline arteries هذه هي paired يعني أزواج يعني يمنى ويسرى supplying yolk sac later on it will supply the gut tube تزود الأمعاء واللي هي تتحول إلى celiac trunk superior and inferior mesenteric arteries، طبعا تزود الجهاز الهضمي. umbilical arteries these are two branches of dorsal aorta، هما بالحقيقة branches من dorsal aorta connect يعني يمنى ويسرى two branches
connect during fourth week with the common iliac arteries. تنفصل من الدورزال أيورتا وتتصل بالكمان إليك. بعدين بعد الولادة after birth umbilical artery forms the internal iliac artery and superior vesical artery. superior vesical يعني للمثانة, vesical هاي المثانة. superior vesical arteries تكون تكون ال internal iliac وال superior vesical. The distal part of umbilical artery, نهاية umbilical artery, is obliterated and form the medial umbilical ligament. مدام obliterated ينسد يتليف وينسد ويصير يتحول إلى ligament. Abnormalities of arterial system. عندنا abnormality هاي مهمة, هي patent ductus arteriosus, تبقى مفتوحة ductus arteriosus. It occurs alone or with, قد يكون وياها واحد من ذولا. tetralogy of Fallot, transposition of great blood vessel, transposition يعني متبادلة بالمواقع. pulmonary valve atresia, atresia يعني لا يتكون. aortic valve atresia, preductal coarctation of coarctation, تخصر تضيق مال aorta بمكان ضيق كلش شلون متخصر. او interruption, interrupted aortic arch يعني متقطع غير متكامل. بالنسبة لهذا السلايد بس عرفوا اكو تخصر بالايورتا, ها هي. بالنسبة لهذا السلايد abnormal origin of right subclavian artery, ما دام هو يجي من صفحة الثانية ويضغط على السوفيغس والتريكيا, فبس المطلوب انه تعرف اذا abnormal origin of right subclavian, مو مطلوب الشرح بس عرف اكو difficulty in breathing and swallowing, يسوي صعوبة بالتنفس والبلع. ايضا بالنسبة للدمل ايورتيك ارج ايضا ما مطلوب الشرح بس تعرف انه يصير عنده هذا الابنورماليتي تسبب difficulty in breathing and swallowing, صعوبة بالتنفس والبلع. بالنسبة للاذر ابنورماليتيز اللي هي right aortic arch, interrupted aortic arch, بس تعرف الاسماء مالتها وكافي, بس اسم الابنورماليتي مو الا الشرح مو كلش مطلوب.